ثلاث. ودعوة الوالد على ولده. يا لطيف، دعوة الوالد على الولد مستجابة لا شك فيها ولو بعد حين. لذا أفضل حل للولد المشاكس أن تدعو له، لا تدعو علي أيها الأب أو أيتها الأم. أفضل حل في الولد المشاكس أو العاق أن تدعو له أن يصلحه الله، مش الحل أن تدعو بتكسير يديه أو بأن يعمى أو بأن يشل أو أن ينزل غضب الله عليه. لا، الحل أن تدعو له. احذر أيها الأب، معك سلاح مخيف اتجاه أولادك. أيتها الأم، معك سلاح مخيف اتجاه أولادك سواء ذكور أو إناث. ما هو الحل؟ أن تدعو لهم. هذا شيء يغفل عنه كثير من الآباء. قال يا أخي ابني أزعلني. الحل أن تدعو له، بل من حقه عليك أن تقوم الليل فتدعو لابنك. يا جماعة، الأولاد رأس مال، رأس مال تحصل فيه أجور عظيمة جدا. تصور عندك 5-6 أولاد سواء ذكور أو إناث، والولد يطلق على الذكر والأنثى. تصور عندك 5-6 أولاد وكلهم أو كلهن من الصالحين أو الصالحات، انظر إلى الأجور. إذن ما هو الحل؟ ولذا إياك أن تمشي قلبك على باطل عند ابنك، تراه على الباطل فتقول قلبي لا يتحمل أن أؤذيه، أن أضربه. لا، أنت تضربه لتصلحه. فالأب أو الأم، الوالدان، ينبغي أن يزرع في قلبهم الحرص على هداية الأولاد وعلى تنشئتهم النشأة الصالحة. ومن ذلك الدعاء لهؤلاء الأولاد. اسأل نفسك، هل تدعو لأولادك أم لا؟ نعم، فإذا هذا من حق الأولاد أن تدعو له. وإلا إذا دعوت عليهم خلاص سيستجاب الدعاء، ولو بعد حين سيستجاب الدعاء. وأحدهم عندما قيل له لما تدعو على ابنك قال لا، هذا مش من القلب. كيف مش من القلب؟ هذا دعاء لفظ ومعنى وقصد. فإذا احذر، الأب والأم خط أحمر، خط أحمر.